مزيد من المتابعة معنا وإلقاء الضوء معنا عبر الهاتف الدكتور سعيد عكاشة، الخبير بمركز الدراسات المصرية الاستراتيجية والسياسية. ورحب بك معنا دكتور سعيد. أهلا وسهلا حضرتك. من خلال قراءة حضرتك للمشهد الحالي والتطورات الأخيرة السريعة يوما بعد يوم في هذه القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة لها في قطاع غزة، ولعلك تابعت بالطبع كلمة أنطونيو جوتيريش من أمام معبر رفح يعني اليوم، قراءتك لمدى سرعة تطورات المشهد وإلى أين يأخذنا؟ الوضع في حقيقة الأمر معقد للغاية، لكن مصر تقوم بدورها التاريخي لحماية الشعب الفلسطيني. هناك محاولة للتصيد، عندما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانه اذا اسرائيل عليها ان اذا كانت تريد حمايه المدنيين الفلسطينيين كما تدعي عليها ان تنقلهم الى النقب، البعض يحاول ان يعني ينظر الى هذا التصريح بشكل سلبي، ولكن في حقيقه الامر هو فضح للنوايا الاسرائيليه. اذا كانت اسرائيل تتحدث عن انها بالفعل تريد فقط عمليات عسكريه في مواجهه حركه حماس وانها لا تستهدف المدنيين، فإن العدل يقول إذا كانت صادقة فيما تقولين فأمامك النقب فتنقليهم إلى هناك، أما نقلهم إلى مصر فهذا عملية تستهدف بالفعل تصفية القضية الفلسطينية وتهدد الأمن القومي المصري، وبالتالي كانت مصر قوية للغاية في ردها وأوضحت بتمام الوضوح أنه مصر حريصة على الشعب الفلسطيني، مصر ليست حريصة على الدخول في هذه الحرب ما بين طيب حماس دكتور سعيد، يعني بعد هذه المواقف القوية والواضحة من يعني القيادة السياسية المصرية والتي لاقت بالطبع تأييد عربي وتأييد داخل مصر يعني سياسي ومجتمعي وشعبي كبير، هل ممكن أن يعني نرى بعد هذه المواقف الصارمة والصريحة من هذه الأفكار وهذه المقترحات يعني الإسرائيلية، هل ممكن أن نرى بعدها تراجع؟ يعني هناك مشكلة حقيقية في مسألة التراجع. الحشد الإسرائيلي الضخم من قوات الاحتياط سواء على الجبهة الشمالية أو غزة يعني أن هناك صعوبة في تفكيك الخطة الإسرائيلية لاقتحام القطاع. الحديث حتى الآن يدور حول أنه حتى المجتمع الإسرائيلي في الاستطلاعات يؤيد مسألة الاقتحام، فهي هناك صعوبات في منع هذا الاقتحام، ولكن في كل الأحوال مصر بموقفها الصلب تجاه اي محاوله لنقل السكان الى سيناء او الى اخراجهم من غزه وضعت اسرائيل في وضع في غايه الصعوبه. هي الان مطالبه بألا توتر العلاقات مزيد من العلاقات مع مصر، والا ايضا تؤدي الى كارثه انسانيه، ووجود يعني الامين العام للامم المتحده على الحدود يبين بوضوح ان هناك ضغوط دوليه لتمرير المعونات الى قطاع غزه، ولكن اسرائيل في الوضع الحالي اصبحت دوله يعني ترتكب جرائم حرب في حقيقه الامر، لانها غير قادره على الحسم المعارك حتى الان، وهو ما يضغط عليها في الداخل الاسرائيلي بشكل كبير. يعني دكتور سعيد، يعني يرى البعض من المحللين ان هناك بالفعل تراجع في المواقف الغربيه ولو نسبي بشان يعني دعم اسرائيل الكامل، عندما جرى هناك اتصال هاتفي بين بايدن والرئيس السيسي، يعني كيف ترى هذا الامر؟ هل توصفه بالتراجع البسيط حتى او النسبي في الموقف الامريكي؟ اعتقد انه تراجع تكتيكي، بمعنى انه لا يعبر عن تقليل لدعم الغرب لاسرائيل، الموقف الغربي. طيب دكتور سعيد، يعني عذرا للمقاطعه وابقى معي لتعليق على يعني ما يظهر على الشاشه من منظر يعني رائع للحشود من المصريين في كافه الميادين المصريه في المحافظات المختلفه وليس في العاصمه فقط، لدعم موقف المصري و موقف القيادة المصرية من القضية الفلسطينية ولتصريحات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن يعني ضرورة الحفاظ على الأمن القومي المصري وأيضا الحفاظ على يعني استمرار القضية الفلسطينية واستمرار النضال في هذا الأمر. يعني نتابع على الشاشات مع حضراتكم ومع حضرتك دكتور سعيد عدد كبير من الحشود في مسيرات ووقفات وتجمعات مؤيدة للدولة المصرية، يعني الشعب يستجيب
بإرادته الخالصة لهذه الدعوات من الشعب ويعني السياسيين والشعب للوقوف والاصطفاف خلف القيادة السياسية المصرية، كافة أطياف الشعب، كافة يعني الفئات العمرية تصطف كما نرى في الشاشات خلف القيادة السياسية المصرية لتفوض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن وهذا الأمر الحساس الذي يمس الأمن القومي المصري ويمس القضية الفلسطينية. وكان موقف المصري منها يعني غاية في الوضوح وغاية في يعني الصرامة. دكتور سعيد، يعني تابعت الشاشات معانا والمشاهد الآن للمسيرات والوقفات يعني داعمة للقيادة السياسية المصرية، يعني تعليقك؟ يعني هذا هو متوقع، ما هو متوقع من الشعب المصري في الاستجابة للقيادة السياسية. الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن يعني ادعى الشعب المصري في مواقف حرجة للنزول ويعني الدفاع عن الوطن والدفاع عن المصالح المصرية، واستجاب، وفي هذه المرة أيضا يستجيب بقوة لإدراكه لمدى خطورة الوضع ولثقته التامة في القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بطبيعة الحال المشهد يمكن أن ينقل إلى إسرائيل وإلى الغرب يعني رسالة واضحة، لا تحاولوا أن يعني تدخلوا في مجال المساومات السياسية، هناك تأييد شعبي جارف لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي اي مفاوضات تقتصر على يعني القيادات فقط لن تكون هي التي تحل المشكله، لان هناك شعب محتشد خلف قيادته ويريد ان يحمي الشعب الفلسطيني، يريد ان يحمي القضيه الفلسطينيه، يريد ان يحمي المصالح المصريه، لا يقر العنف باي حال من الاحوال، هو يريد السلام، يريد الاستقرار. هذه هي الرساله التي ترسلها هذه الخشوب. طيب دكتور سعيد، يعني بما ان حضرتك طبعا الخبير السياسي والاستراتيجي، يعني فكره ان يتم الاستجابات الشعبيه باعداد كبيره كما نتابع على الشاشه الان يعني للاصطفاف للقياده السياسيه او خلف القياده السياسيه للبلد في مواقف كهذه، أي الرسائل يعني تبعثها لي أو تبعثها للخارج والغرب تحديدا، وكيف سيتعاطون هم معها سواء سياسيا أو إعلاميا برأيك؟ كما ذكرت لحضرتك يعني في البداية عندما يتحدث السياسيون فيما بينهم تكون هناك دائما فرص للمساومات، ولكن عندما يكون هناك هذا التأييد الشعب الجارف القيادة السياسية تكون محمية بشعبها، وهذا ما يحدث الآن. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية تحدث عن النوايا الإسرائيلية لتهجير سكان القطاع ولإلقاء المشكلة على دول الجوار، واستجاب الشعب المصري لهذه التحذيرات ووقف بقوة خلف القيادة السياسية. في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية يقرؤون المشهد الآن أن هناك أصبح استحالة لوضع فاصل ما بين القيادة وما بين الشعب، هناك ثقة كاملة من الشعب في القيادة السياسية، وبالتالي يعني أعتقد ستكون مهمة الغرب صعبة جدا لطرح أي مساومات تؤدي إلى أي تنازلات من أي نوع على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب الشعب الفلسطيني. هذا أمر جيد، وكان يجب ويعني منذ البداية الحديث عن هذا الأمر بشكل قوي، لأنه الشعب المصري في أوقات الخطر يتوحد كما نشهده الآن في الميادين. يعني هذه نقطة فعلا يعني لافتة، أن الشعب المصري من الشعوب القليلة اللي بمختلف فئاتها الثقافية والاجتماعية والفئات العمرية دائما عندنا وعي كبير بما يدور وبما يحاك ضد الدولة المصرية، ودائما يكون هناك رد فعل سريع ووعي عالي واستجابة سريعة للاصطفاف خلف القيادة السياسية. يعني تفسير حضرتك للنقطة دي تحديدا فيما يتعلق بالشعب المصري؟ يعني التاريخ المصري كله على مدى يعني آلاف السنين هناك دائما فكرة الحرص على الدولة، الحرص على المصالح الوطنية المصرية موجودة طيلة الوقت، حتى في أوقات المحن والأزمات تظهر هذه القوة بشكل كبير إلى حد كبير. ما حافظ لمصر إنها الدولة شبه الوحيدة في العالم أو في المنطقة التي حافظت على حدودها عبر آلاف السنين تترجمه هذه المشاهد الآن. هناك إدراك للخطورة الكبيرة على أمن الدولة المصرية، هناك
ثقة كبيرة من الشعب المصري في القيادة وفي مواقفها الصارمة من هذا الصراع. وبالتالي نحن لا نستغرب هذه الظاهرة، هي ظاهرة ممتدة عبر التاريخ المصري وتتأكد في كل الأزمات التي شهدتها مصر تاريخيا. وأعتقد أنه هذا الضغط سيولد في نهاية المطاف كما ذكرت منذ قليل إعادة حسابات في مراكز صناعة القرار في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية. نحن لا ندخل صراعا مع نظام سياسي، نحن ندخل صراعا مع قيادة سياسية خلفها شعب موحد ويريد أن يوقف هذا الخطر. أنا بشكر حضرتك دكتور سعيد عكاشة الخبير بمركز الدراسات المصرية، شكرا جزيلا.